السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. الفيديو النهاردة مهم جدا جدا، ورسالة لكل محبي وعشاق نانا وزقزوقة. انا طبعا اما نزلت الفيديو انا قررت ابيع زقزوق. كان الهدف من الفيديو رسالة مش اكتر، ان اي حد عنده سلحفة ما يفكرش يبيعها. انا حبيت اكتب العنوان لان انا عارفة ان انتوا بتحبوا زقزوقة كتير جدا، وكتير منكم هيزعل وهيرفض، بس للأسف معظمكم قرا العنوان بس ما اتفرجش على الفيديو كله. ولو كان اتفرج على الفيديو كله كان هيعرف ان انا مش هقدر ابيعها خالص ولا بكنوز الدنيا دي، 10 سنين وغير كده ذكرى من والدتي الله يرحمها، فاستحالة افرط فيها. وغير كده كمان هي بقت فرد من افراد الاسرة، بجد حاجة صعبة جدا، سواء سلحفة او قطة او اي حيوان الواحد بيبقى مربيه صعب جدا انه يفرط فيه. في طبعا ناس بيفرطوا في السلاحف بتاعتهم او قطط او كلاب او اي حاجة عشان الدراسة، ودي الاسباب اللي انا كنت بقولها في الفيديو اللي فات، ان احنا انا قريت كتير قوي انهم عايزين يسيبوا يبيعوا السلحفة عشان داخلين على الدراسة، برغم ان هي مش مزعجة يعني ولا هتعمل لهم اصوات مزعجة مش هيقدروا يذاكروا منها. وفي قالوا عشان مسافرين برضو، حتى لو خدوها معاهم في اي صندوق او حتى كرتونة برضو مش هتاخد حيز من كمية الشنط اللي هم بيبقوا واخدينها ومسافرين بيها. موضوع اكلها، وهي في الشتاء كمان حركتها بتبقى قليلة فما بتبقاش متعبة بالمرة، فما فيش اي سبب من الاسباب او اي مبرر يعني ان احنا نبيع السلحفة بتاعتنا. فانا بصراحة كنت عايزة اوصل لكم الرسالة دي، ما حدش فرط في السلحفة بتاعته، بس تقريبا الرسالة ما وصلتش او وصلت بالعكس، او زي ما بيقولوا جيت اكحلها عمتها، ففي كتير زعلوا يعني، وانا ما اقدرش على زعلكم طبعا. وانا بكتب اصلا عنوان انا قررت ابيع زقزوق، بجد والله قلبي كان بيوجعني يعني مجرد عنوان بس. فانا مش عارفة ازاي فعلا واحد يبقى معاشر حيوان فترة طويلة ويفرط فيه، فده احساس صعب جدا. طبعا برضو من الفيديو ده انا حابة اشكر اللي لقيتهم فعلا فعلا بيحبوا زقزوقة قوي وزعلوا جدا، مسعود سعود سوري سعود دخلي من كذا حساب وهو عندي على جروب الفيس والواتس، وكان زعلان جدا وقال لي لو سمحتي ما تبيعيش زقزوق بجد هزعل جدا، ودخلي من كذا حساب عشان يقول لي ان انا ما باعهوش. وكمان شكر خاص لسارة مشرفة معايا في الجروب، كانت سارة كل ما بتشوف سلحفة أنثى معروضة للبيع كانت على طول بتعمل لي شير ليها على أساس أشوف مواصفاتها وكده، وفعلا ما كانش بيحصل نصيب، كنت فعلا بتواصل مع اللي بيبيعها وكده، كان ممكن ما فيش شحن، السعر غالي، كمان ممكن تكون أصغر من زقزوق، فيعني الحاجات دي كلها كانت بتحصل، فهو في الأول وفي الآخر نصيب. فده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم، وبشكر طبعا كل محبي زقزوقه، وبعتذر لكم لو كنتوا زعلتوا، لان كتير جدا قعدوا يقولوا لي احنا زعلنا، احنا جبنا سلاحف بسبب زقزوقه، احنا بنحب زقزوقه وتعودنا عليها وما كانش عندنا معلومات خالص عن السلاحف لغايه ما شفنا فيديوهات زقزوقه. فانا عايزه اقول لكم اي حد بيحب زقزوقه واستفاد من الفيديوهات بتاعتي ولو بمعلومة صغيرة ما ينساش بقى يدعي لوالدتي بالرحمة، عشان هي في الاول وفي الاخر بعد ربنا يعني السبب، بعد ربنا ان هي اللي جابت السلحفة دي، فانا عايزة ايه حسنات تروح لها. اي حد بيحب زقزوقة او بيتعلم منها اي معلومة زي ما قلت لكم، فربنا يرحمها ويرحم امواتنا جميعا ان شاء الله يا رب. فده كان فيديو سريع كده، شكر لكل محبي وعشاق زقزوقة، وربنا يقدرني دايما وافضل اسعدكم وافضل انزل لكم فيديوهات، وربنا يبارك في زقزوقة ويخليها ويحفظها من اي شر. وده كان فيديو سريع كده، بشكركم كلكم كلكم جدا 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 على حبكم واهتمامكم بزقزوقة،
وإلى اللقاء بقى في فيديو جديد بإذن الله. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم ويكون رضا بعض المتابعين اللي زعلوا جدا جدا من العنوان. وباي باي.